بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء في حلقات برنامجكم وقفات مع آيات الصيام. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحي الله فضيلته وأهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، كان الحديث في الحلقة الماضية على قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. قد بينتم الرخصة للمريض والمسافر وحكم صيام المسافر، وهنا نسأل: متى يقضي من فاته شيء من صيام رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فوقت القضاء موسع ما بين الرمضانين، فله أن يؤخر إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي أفطرها، حينئذ يجب عليه الصيام قبل أن يدخل رمضان الجديد ليفرغ ذمته من رمضان الماضي. أما إذا كان العذر مستمرا الذي من أجله أفطر، فإنه يفطر ويبقى مفطرا ولو دخل عليه رمضان الجديد حتى يزول عذره، ثم يقضي ولو بعد رمضان الجديد ولا شيء عليه. أما إذا أخر إلى أن دخل عليه رمضان الجديد من غير عذر بل من باب التكاسل، فإنه يجب عليه أمران: الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني أن يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير لغير عذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما المقصود بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه؟ هل العمل بها باق أم أنها منسوخة؟ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. الذين يطيقونه الذين يشق عليهم الصيام، فإن الله أمرهم بتقديم الفدية، وهذا على قولين للمفسرين. قول الأول أن هذا من باب التأخير، كان في أول الأمر المسلم مخير بين أن يصوم الأيام المعدودات وبين أن يكفر، يقدم فدية، وهذا من باب التدرج في التشريع، ثم بعد ذلك حتم عليهم الصيام، فيكون قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخا لهذه الآية على هذا القول، القول بأنها للتخير. القول الثاني أنها غير منسوخة، وأنها في الذين لا يطيقون الصيام ويعجزون عنه عجزا مستمرا، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام لأنهم لا يستطيعون، ولكن يقدمون الفدية. وهؤلاء هم الشيخ الهرم الذي فكره باقي ولكن جسمه لا يتحمله، حواسه ما تتحمل الصيام لكبره وهرمه، فهذا يقدم الفدية. وكذلك المريض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء ولا يرجى له برء، فهذا يقدم الفدية وليس عليه صيام. وهذا الرأي الأخير هو القول الصحيح، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في الشيخ الكبير والمريض الهرم، أنهما يقدمان بدل الصيام الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه أي لا يتحملونه ويشق عليهم، بدل الصيام فدية طعام مسكين.
ومقدار الفدية على الصحيح أنها نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا اليوم الحاضر، كيلو ونصف، هذا ما يعادل نصف الصاع النبوي، هذا طعام المسكين عن كل يوم. نعم. الإطعام من أي شيء يا شيخ؟ مما يوكل في البلد. نعم. الإطعام مما يوكل في البلد، قوله تعالى في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فما يؤكل في البلد ويعد طعاما فإنه يفدي منه. نعم. ولو كان مطبوخا؟ نعم، لو كان مطبوخا أو نيئا. نعم. فلو أنه عشى المسكين أو المساكين أو غداهم أجزأ ذلك. الحمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك أنواع لمن أو أصناف لمن يلزمهم القضاء، هناك من يلزمه القضاء وحسب، وهناك من يلزمه معه الإطعام، هل فضيلة الشيخ يعني بينتم هؤلاء؟ نعم، الذين يلزمهم القضاء والإطعام هم الذين أخروا القضاء حتى أتى عليهم رمضان الجديد من غير عذر، فإنهم يلزمهم القضاء والإطعام، هذا نوع. والنوع الثاني الحامل والمرضع، إذا أفطرتا من أجل الخوف على ولديهما، هما تطيقان الصيام ولكن لو صامتا أثر ذلك على الحمل في البطن أو أثر ذلك على الرضيع، فإنها تجمع بين القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. فالذين يلزمهم القضاء والإطعام نوعان أو ثلاثة أنواع: أولا المفطر من أجل عذر المرض أو السفر، إذا أخر عن رمضان حتى دخل عليه رمضان الجديد من غير عذر، فهذا يلزمه القضاء والإطعام بعد رمضان الجديد. والثاني الحامل، إذا خافت على حملها من الصيام فإنها تطعم وتقضي، تفطر ثم تطعم بعد ذلك وتقضي. الثالث المرضع، إذا خافت على رضيعها من الجوع بسبب الصيام فإنها تفطر، ثم إذا زال عذرها فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء فقط. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يجمع شيخنا الفاضل بين التخيير في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وبين فرضه في مطلع الآية السابقة كتب عليكم الصيام؟ هذا على القول بأن هذا في أول الأمر كان مخيرا بين الصيام والإطعام، فالصيام خير من الإطعام، هذا لا إشكال فيه على هذا القول. وأما على القول بأنه ليس هناك تخيير وإنما أمروا بالصيام ولم يكن هناك تخيير بين الإطعام والكفارة، فمعلوم أن يكون خير ليس على بابه، ليس لأن أفعل التفضيل قد يأتي على غير بابه وليس هناك طرف مفضول، فالصيام خير من خير مطلقة وليس هناك طرف مفاضلة آخر، كقوله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا يقول العلماء هذا من التفضيل الذي ليس فيه طرف آخر يسمونه على غير بابه. نعم. لعلنا بختام هاتين الآيتين فضيلة الشيخ لو أجملتم شرحهما إجماليا حفظكم الله، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى هذه الآية التي ينادي الله جل وعلا المؤمنين ويأمرهم بالصيام، يخبرهم أنه فرض عليهم الصيام، وأن فرضية الصيام ليست خاصة بهذه الأمة بل هي عامة في جميع الشرائع السماوية، من أجل أن يسهل عليهم هذا الأمر. ويبين فائدة الصيام فيقول: لعلكم تتقون، فيدل على أن الصيام يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الصيام لا يستغرق الدهر كله، وإنما هو أيام معدودات،
وهذا مما لا يشق على الإنسان، حيث إنه يصوم هذه الأيام المعدودات ويفطر فيما عداها من بقية شهور السنة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بين أيضا أن من تسهيله على عباده أن الصيام إنما يكون على المقيم الصحيح، لا يكون أداء إلا على المقيم الصحيح، وأما المريض والمسافر فإنهما يفطران ويصومان قضاء من أيام أخر نظرا لحالتهما المرضية أو السفرية، فهم يأخذون بالرخصة ويؤدون الفرض في المستقبل. جمع الله لهم بين المصلحتين. ثم بين سبحانه أن من لا يطيق الصيام ولا ينتظر منه الإطاقة في المستقبل كالكبير الهرم والمريض المزمن أن هذا لا يجب عليه الصيام، وإنما تجب عليه الفدية بدلا من الصيام، والفدية لا تشق عليهما. وكذلك الحامل والمرضع إذا على تفصيل في حالهما، إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما فإنهما أيضا يفطران كالمريض والمسافر ويقضيان من أيام أخر، وقد يكون عليهما فدية إذا كان الخوف على ولديهما فقط. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يريد بعباده اليسر، حيث شرع لهم هذه الشرائع السهلة التي لا تشق عليهم، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يريد بهم العسر، ولم يحملهم ما حمل على الأمم السابقة الذين تمردوا على أوامر الله وعاندوا أوامر الله، فعاقبهم الله، حرم عليهم أشياء ليست حراما عليهم في الأصل، وإنما حرمت عليهم بظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فهذه الأمة برأها الله من هذه الآثار والأغلال، وأكرمها بشرع ميسر سهل، لأنهم يمتثلون أوامر الله ويبادرون إلى طاعته، فله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا الشرح المجمل لفضيلة الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه سميع مجيب. وتقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وأجزل له المثوبة. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، تقبلوا تحية زميلنا فهد العثمان الذي سجلها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.